الثامن الوطني بعدم الانتشار تصبح عصية على التشكيك، لا سيما وأن هذا المشروع ينسجم مشروع القرار الذي نتحدث عنه ينسجم مع أحكام وأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد اصطدم آنذاك كما هو معروف باعتراض دولة نافذة في مجلس النقد هددت باستخدام امتياز حق النقد، امتياز حق النقد وليس حق النقد. ثانيا، إن مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدينا عدوان إسرائيل العسكري الفاضح على سوريا آنذاك، ربما لأنهما اعتادا على خرق إسرائيل لقراراتهما الشرعية والدولية المتعلقة بمنطقتنا دون حسيب أو رقيب. فقد رفضت إسرائيل التعاون مع الوكالة والسماح 68، كما أنها وقعت